طبعاً الحالات الطفيفة من الملاريا مايلد كيس صغيرة often confused with influenza، يعني تشبه بالأعراض والعلامات إلى حد كبير تشبه الإنفلونزا أو الكومن كولد يعني النشلة العادية والزكام، ولذلك علاجها راح يتأخر طبعاً لأنه ما مشخصة. وطبعاً هذا راح صحيح حالات طفيفة بس راح هنا المريض يمثل بؤرة لانتقال المرض إلى غيره من الأشخاص، إلى الأطفال، إلى النساء الحامل، إلى الأشخاص المسافرين. فبالنتيجة هو صحيح ما بيه شيء وما عنده أعراض خطرة، بس كونه ما متعالج راح يؤدي إلى أنه يبقى بؤرة لانتقال المرض. الحالات الشديدة راح تسبب لنا عادة سيفير أنيميا، عادة فقر دم. طبعا فقر الدم هو سببه بسبب طبعا تكسر الخلايا الدم الحمراء. فإذا الحالات الشديدة من الملاريا تسبب سيفير أنيميا، تسبب سيريبرال ملاريا يعني تعبر إلى الدماغ فتسبب سيريبرال ملاريا، ممكن تسبب كيدني فيلر، أكيوت كيدني فيلر يعني حالة عجز كلوي حاد، ممكن تسبب كارديوفاسكولار كولابس مضاعفات بالقلب والأوعية الدموية، ممكن يؤدي إلى شوك يعني حالة صدمة ويرافقها فقدان وعي، وممكن أن تنتهي بالموت. يعني ممكن تكون الحالات الشديدة كلش وما متعالجة تنتهي بالموت. طبعا هذه الأشياء اللي هي سيفير، هاي المضاعفات اللي هي سيفير أنيميا، سيفير ملاريا، أكيوت كيدني فيلر، كارديوفاسكولار كولابس، شوك، ديث، هذه كلها ممكن تحدث بالحالات الشديدة اللي يسببها مثل ما قلنا يسببها الفالسيبارم، بلازموديوم فالسيبارم أكثر الأحيان. بالنسبة للعلاج طبعا لحسن الحظ ملاريا صحيح هي منتشرة انتشار واسع ولكنها كيورابل ديزيز يعني قابلة للشفاء. طبعا قبل الشفاء شوكت إذا هي شخصت if it is diagnosed and treated correctly and quickly، إذا شخصت وتعالجت بشكل صحيح وسريع. أي شخص يشك بكونه عنده أعراض ملاريا should be treated within 24 hours of onset، لازم نعالج خلال 24 ساعة الأولى حتى لو بعد التشخيص ما كامل، حتى نمنع أو نحد من حصول مضاعفات وكذلك نمنع ونحد من انتشار المرض. أكو أدوية موجودة كيسمونها أنتي ملاريال دراجز، وهذا الأنتي ملاريال دراجز هي مينلي الكوينين. كوينين هو فد بروتايت العنوان عام بهواي أدوية مثل الكلوروكوين، الهيدروكسي كلوروكوين، أكيد سمعتوا بيها كعلاج للكوفيد 19. وكو أنذر جروب أوف درجة الأرتيزونيت، فالعلاج راح يصير للمرضى حتى يقلل الأعراض ويقلل المضاعفات، وكذلك العلاج للمرضى راح يكسر حلقة انتقال المرض break the transmission button of the disease. فإحنا نعالج المريض مثل ما قلنا بالتيبركولوسيس، نعالج المريض ننقذ حياة المريض نفسه وكذلك نحد من انتشار المرض، لأنه المريض هو عبارة عن بؤرة لنقل المرض لغيره. ممكن أن نستعمل الأنتيمالاريال دراجز كبروفيلاكسس. كلمة بروفيلاكسس يعني نستعملها وقائيا، يعني نستعملها لأشخاص أصحاء بس ملامسين للمرضى اللي عندهم ملاريا، أو مثلا أطباء يعالجون مرضى عندهم ملاريا، أو أشخاص من أفراد العائلة وعندهم أحد أفراد العائلة عنده ملاريا، فدول راح يأخذون بروفيلاكسس هيدروكسيكلوروكوين أو كلوروكوين. حتى طبعا هذا البروفيلاكسس ما راح يمنع إصابته، وإنما يمنع الطفيلي من أن يدخل بالريد بلد سيلز. وقلنا إحنا المين فيس أوف ذا ديزيز هو الإرثروسيتيك فيس، يعني وجود البراسيل داخل الريد بلد سيلز. فإحنا أنت بروفيلاكسس لهذول الأشخاص راح يثبط يمنع دخول الباراسايت إلى الريد بلد سيلز، وبالنتيجة راح يمنع المرض نفسه. وإن كان المريض هو حامل للطفيلي يبقى، وقد يكون بالكبد مالته،
بس ما راح راح الطفيل راح يفشل بإصابة الردب للسيل بسبب هذا الدواء اللي أخذه الشخص. منظمة الصحة العالمية نتكلم عن البريفنشن، مهتمة بالبريفنشن اوف ذا انفكشن، وهذا البريفنشن منع حدوث الانفكشن عادة يتوجه باتجاه الفيكتور اللي هي الموسكيتو. يعني احنا البريفنشن عندنا ممكن يكون بعلاج المرضى المصابين بالملاريا، وممكن يكون يتوجه باتجاه الفيكتور، فيكتور كنترول، وهذه الفيكتور هي الموسكيتو. طبعا اكو استراتيجي حتى نسيطر على الفيكتور. سوري هاي استراتيجي هو باي eliminating the mosquito، نتخلص من البعوض. شلون؟ باي removing its breeding sites، المناطق اللي تتكاثر بيها اللي هي المستنقعات، نتخلص من عدها راح نتخلص من الموسكيتو. كذلك باي insecticide fogging، يعني رش المبيدات الحشرية بمناطق كبيرة، مساحات كبيرة من الغابات والمستنقعات رش هاي المبيدات. ممكن انه احنا ما نروح للموسكيتو بالمناطق التكاثرها، ممكن نجي نمنع وصول الموسكيتو للهيومن. شلون؟ by using mosquito nets. mosquito nets اللي هي الناموسية، اللي هي الكلة مرات يسموها، فد شبكة خلوها داير مداير خاصة الأطفال حتى تمنع وصول الموسكيتو. مرات يعالجون هاي الموسكيتو نت، يعالجوها ويعني يرشوها بمبيد حشري، فيسموها انسكتسايد تريتد موسكيتو نت، يستعملوها للأطفال حتى تمنع وصول الموسكيتو البعوضة إلى الطفل أو الشخص اللي موجود داخل هذه النت أو الشبكة أو الموسيقى. أكو مشكلة ظهرت حديثا هي drug resistant plasmodium، يعني بعض أنواع البلازموديوم خاصة الفاسفارم والفايبكس تكونت عندها فد مقاومة للأنتي ملاريا الدرجز الموجودة سواء الكونين أو الأرتزونيت. كذلك بعض أنواع الموسكيتو صارتها مقاومة للإنسكتسايد، فيسموها إنسكتسايد resistant موسكيتو، وهذه طبعا تشكل مشكلة حقيقية بالنسبة للسيطرة على المرض. كلقاح للملاريا ما موجود، ولكن حاليا يطورون هذا اللقاح، وطبعا لحد الآن ما نوجد لقاح يستعمل بشكل روتيني، وإن شاء الله العمل جاري على استحداث هذا اللقاح كجزء من متطلبات السيطرة على أو منع حدوث وانتشار المرض. لهنا نكون خلصنا محاضرة الملاريا، وأشكركم شكرا جزيلا، وأسف على الانقطاع بالفيديو اللي يصير بين فترة وفترة. شكرا جزيلا، ونلتقي وياكم قريبا إن شاء الله. مع السلامة.